تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. واحد، المعركة الكبرى بين المخابرات الصينية والأمريكية، القصة الكاملة. في 2010 وقعت معركة كبرى بين المخابرات الصينية والمخابرات الأمريكية. في 2018 نشرت وكالة نوفيستي الروسية للأنباء معلومات عن ذلك. قبل كده نيويورك تايمز تحدثت عن هذا الموضوع. إذا مصادرنا نيويورك تايمز ومصادرنا أيضا وكالة نوفيستي. المعركة دي زي ما قلت لحضراتكم إنه 2010 كانت المعركة الكبرى بين الجهازين. فما الذي جرى؟ الصين حضراتكم عارفين دلوقتي تاني اقتصاد في العالم، كمان شوية هتكون رقم واحد في العالم. الاقتصاد مجال رئيسي للتجسس. الصين بتصعد اقتصاديا وتصعد عسكريا وتصعد في النفوذ الإقليمي والدولي، وبالتالي منطقي إن التجسس عليها يزيد وتلاقي مئات الجواسيس لصالح أمريكا وغير أمريكا تعمل في الصين، وبرضه في جواسيس صينيين بيعملوا حول العالم. فأمريكا مع الصعود الكبير للصين رمت جواسيس في كل مكان في الصين، وبقت أمريكا تسمع وترى كل ما يجري في الصين تقريبا طبقا لوكالة نوفيستي. جندت مسؤولين في الدولة الصينية على مستويات مختلفة، رجالتها منتشرين في كل مكان، عندها معلومات رهيبة باستمرار عما يجري في الصين على الصعيد السياسي والعسكري وعلى الصعيد الاقتصادي. وإذ فجأة بدأت أمريكا تلاقي المعلومات اللي بتجيلها في واشنطن قليلة قوي، المعلومات الاستخباراتية اللي بتيجي قليلة، يدوب بدأت تقل المعلومات، تاني شهر تقل أكتر، تالت شهر تقل أكتر، تاني سنة مفيش معلومات تقريبا. فما الذي جرى؟ أمريكا تأكدت طبقا لصحيفة نيويورك تايمز أنها هزمت استخباراتيا في الصين، وإن الصين ألحقت هزيمة كبرى بالاستخبارات الأمريكية. أمريكا بدأت تفكر إزاي الصينيين قدروا يعرفوا كل هذه الشبكة، إزاي الصينيين قدروا يلقوا القبض على كل هؤلاء الأشخاص بمعلومات دقيقة. الصين طبعا لما اكتشفت هذه الشبكة تعقبت أفرادها، سجلت لهم، يروحوا مطعم تلاقي ميكروفون تحت ترابيزة، يروحوا فندق تلاقي ميكروفون في ريسبشن، يروحوا أي مكان باستمرار، حتى الجرسونات هم في الاستخبارات الصينية، لغاية ما خدوا معلومات كتيرة جدا. في نفس الوقت كان الجواسيس الأمريكان عندهم ثقة زيادة في نفسهم أنهم اشتغلوا مدة سنوات طويلة بدرجة عالية جدا من الكفاءة، ثقة بقى لأنهم اشتغلوا كويس جدا، اخترقوا دوائر كتيرة جدا، جابوا معلومات كتيرة قوي. وفي هذه الحالة، حالة الاسترخاء والثقة، نفعت الصينيين بعد ما جابوا معلومات عنهم ان هم يراقبوهم في كل مكان. ثم قامت الصين بإعدام قرابة 30 مسؤول استخباراتي، 30 جاسوس إعدام، وفي بقى العشرات سجون لمدة طويلة. إنما يقدر الذين أعدموا أو الذين قتلوا عموما ما بين 20 إلى 30 مسؤول استخباراتي أو جواسيس لأمريكا في الصين. طيب الصين إزاي عرفت؟ ده السؤال بقى اللي مطروح في أمريكا. كيف اكتشفت الصين شبكة معقدة ومركبة بهذا المستوى؟ اتعمل اجتماع على نطاق واسع جدا، أفضل ضباط FBI، أفضل ضباط من CIA، من أجهزة استخبارات ستة في أمريكا، عملوا خلية عمل علشان يشوفوا إيه اللي حصل وإزاي الصين قدرت تكتشف هذه الشبكة. طبعا كانوا قدام خيارين، إما إن الصين لها جواسيس بني أدمين موجودين في المخابرات الأمريكية، يعني جندت زي اللي اتحدث فيه قبل كده، جندت ضباط في أجهزة المخابرات الأمريكية وهم دول اللي ادوا بطريقة مباشرة للصينيين معلومات، جرى فحص هذا الأمر وتم اعتقال موظفة في وزارة الخارجية الأمريكية، في تحويلات كتيرة جات لها من الصين، وجرى اعتقال ضابط أمريكي من أصل صيني
راح فتح شركه في هونج كونج وعايش فتره هناك وعنده اموال صينيه كتيره، خدوا موبايلاته واللابتوب، لقوا عنده معلومات كتيره جدا عن مسؤولين وعن استخباراتيين امريكان. الا انه استقر الراي انه لا دي ولا ده، مفيش جواسيس بشريين موجودين تم تجنيدهم، انما الموضوع كله هو معركه الكترونيه. ان قدرت الصين تخترق اجهزه الحاسوب الامريكيه وانها تقرصن على امريكا وتاخد كل هذه المعلومات اللي اخذتها. طبعا انك تقتحم شبكه معلومات الاستخبارات الامريكيه، تجيب الجواسيس اللي موجودين في الصين وكل شخص اسمه ومكانه وبيعمل ايه في اي حته، بتتكلم على هزيمه كبرى. شيء طبعا خيالي ان في ضربه واحده بسبب نجاح الكتروني في اختراق الكتروني كبير تقدر الصين ان هي تنهي شبكه جاسوسيه كبرى امريكيه في الصين. الصحف بتقول انه 2010 تم الاكتشاف، 11/12 على 2013 تم تصفيه الجميع، ما بين اعدام، ما بين بقى اللي هرب هرب، وما بين الباقي في السجن، ولم يعد هناك الكثير من الجواسيس الامريكان في الصين. تقديرات الخبراء ان امريكا قدامها سنين طويله جدا علشان تعمل شبكه تجاسس في الصين بهذا الحجم وهذا المستوى. وتقديرات ان حتى ولا سنوات طويله ممكن تعوض اللي حصل، لان الصين بقت يقظه جدا، وانه الامريكان ما تخيلوش، وهم متمكنين جدا استخباراتيا الامريكان، ما تخيلوش ان الصينيين ممكن يقتحموا ويقدروا يخترقوا الحواجب الالكترونيه ويصلوا الى كل هذه المعلومات. اذا دي معركه خطيره جدا، احد جوانبها الخطيره ايضا ما يقال ان الصين ممكن تكون ادت هذه المعلومات الى روسيا. والبعض بيقول غالبا الصين ادت المعلومات لروسيا. ليه؟ لانه في نفس التوقيت اختفى كتير من جواسيس امريكا في روسيا. يبقى اذا ممكن تكون هزيمه مزدوجه، ان الصين وروسيا قدروا ان هم يقضوا على شبكات تجسس كبرى امريكيه موجوده في البلدين. هذه قصة معركة خطيرة جدا، نقلت بعض وقائعها نيويورك تايمز، ونقل الكثير من تفاصيلها أو نقلت الكثير من تفاصيلها وكالة نوفيستي الروسية للأنباء. اثنين، البعض يتحدث عن السيد الرئيس مايك بينس. دلوقتي البعض مش بيتكلم بقى إن الرئيس ترامب عنده أزمة، البعض بيتكلم الرئيس الامريكي مايك بينس، ان نائب الرئيس ممكن قريب جدا يصبح الرئيس بعد عزل الرئيس دونالد ترامب. ترامب واجه صعوبات كبيره جدا، اتهامين كبار جدا، اتهام مالي، وده فيه بقى تحتيه اتهامات كتيره سواء للمحامي او مدير الحمله الانتخابيه للرئيس ترامب، سواء مصارف وبنوك، سواء حسابات اجنبيه، حسابات بداخل أمريكا، سواء تهرب ضريبي، سواء رشاوى، كل هذا الكلام، غسيل أموال، كل هذه الاتهامات، وكذلك دفع أموال من الحملة الانتخابية لممثلتين إباحيتين عشان يصمتوا عن علاقات سابقة. كل هذا الكلام الذي هو الآن موضع تحقيق قدام محكمة منهاتن، ده كله سياق اللي هو اتهامات مالية. الاتهام الثاني هو اتهام التعاون مع روسيا، أو أن روسيا ساعدت الرئيس ترامب في الوصول إلى السلطة في شهر نوفمبر في انتخابات الكونجرس. إذا الديمقراطيين فازوا هيتم عزل الرئيس على الأرجح. في تقديرات أن الديمقراطيين فعلا ممكن يفوزوا وأنه يتم عزل الرئيس ترامب. البعض بيقول ممكن يتجاوز ويكمل، لكن الاستراتيجية دايما بتفكر في كل الاحتمالات. يعني أول ما تلاقي الرئيس ترامب بيحاكم في منهاتن، البعض يقعد يتأمل هذه المحاكمة، لكن ده ينفع للجمهور، إنما السياسيين، مراكز البحث والدراسات، المحللين، لا، لازم يفكر فورا. احنا قدام احتمالات إن ترامب ينجو من هذا الأمر، يعدي، وفي هذه الحالة قدام احتمالات تانية، إن هو هل هيعدي قوي
ولا يعدي ضعيف؟ وهل يعدي بحرب على سوريا ولا حرب على إيران ولا يعدي من غير حرب؟ ما هو ممكن ترامب نتيجة المحاكمة ديت تيجي على دماغ المنطقة هنا، إن فنلاقي حرب كبرى في الشرق الأوسط والعالم العربي علشان الرئيس ترامب ينجو من المحاكمة في منهاتن. يبقى إذن مراكز الدراسات تشتغل على إنه هل الرئيس ترامب هيكمل ولا لا؟ لو كمل هيكمل بحرب ولا بدون حرب؟ لو كمل بحرب هل على إيران ولا حروب صغيرة في الشرق الأوسط تشعل كل الشرق الأوسط؟ ولا هل الرئيس ترامب هينهزم ويخرج؟ طيب لو خرج مين اللي هيجي؟ اللي هيجي منطقي هو نائب الرئيس مايك بنس. يبقى من دلوقتي لازم تشتغل مراكز الدراسات على الفكر السياسي عند الرئيس المحتمل مايك بنس اللي هو نائب الرئيس الأمريكي الآن. من هو الرئيس المحتمل مايك بنس؟ ما هي أفكاره السياسية؟ كيف يرى المنطقة؟ طبعا للأسف ما ظهر من الرئيس المحتمل مايك بنس ليس جيدا بالنسبة للعالم العربي. هو مؤيد بقوة شديدة جدا لإسرائيل، يعني ما بيناقش في موضوع إسرائيل، يقف معاه تماما بدرجة 100%. هو معادي للفلسطينيين ومع تقليص أي مزايا مالية أو عطاءات مالية لهم في كل قضايا المنطقة، يقف إلى جانب إسرائيل. فالبعض طبعا كل ما سمعه عن مايك بنس في المنطقة ليس جيدا. لكن يا ترى إيه أفكاره الأخرى اللي خاصة بالوضع في سوريا أو العراق أو اليمن أو ليبيا أو الصومال؟ موقفه من حركات الإسلام السياسي، موقفه من الاقتصاد في المنطقة، موقفه من حاجات كتيرة جدا، بعضها واضح وبعضها غامض. مايك بنس مواليد 59، درس حقوق، اشتغل محامي، ترشح في انتخابات في الأول ما نجحش، قدم برنامج تلفزيوني اسمه مايك شو، مايك بنس، فبقى اسمه البرنامج بتاعه مايك شو. قدمه سنتين تقريبا، كان بيستضيف شخصيات كتيرة، وهو بيحتسب نفسه أنه مسيحي محافظ. هو أصلا كاثوليكي، وبالتالي لو كان كمل ككاثوليكي وبقى رئيس لأمريكا كان هيكون تاني رئيس كاثوليكي، لأن أمريكا فيها رئيس واحد كاثوليكي هو الرئيس جون كينيدي. إنما هو تحول من الكاثوليكية إلى البروتستانتية، فهو ممكن يبقى رئيس بروتستانتي في حال وصوله إلى السلطة. إنما الغريب إن مايك بنس وهو في الجامعة وهو بيدرس حقوق كان بيقول لزمايله أنا هكون رئيس لبلادي، وقال هذا الكلام على أساس إنه فيه كلام بيسمعه ذو طابع ديني، إن ربنا بيخطط له إن يكون رئيس لأمريكا في المستقبل. الكلام ده هو طالب جامعة وهو طالب في حقوق في إنديانا، هو طبعا كان حاكم إنديانا بعد كده، بس هو لسه طالب في الجامعة. طبقا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز كان بيقول لزمايله إن ربنا اختاره علشان يكون رئيس لأمريكا، وإن هو في المستقبل هيكون رئيس لأمريكا. ثم كانت المفاجأة إن بقى حاكم إنديانا، ثم المفاجأة الأكبر نائب رئيس أمريكا، ثم المفاجأة الآن إن في حال عزل الرئيس ترامب سيصبح مايك بنس كما قال لزملائه أثناء الدراسة رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. يجب دراسة الفكر السياسي والاقتصادي عند الرئيس المحتمل مايك بنس. مراكز الدراسات لا ينبغي أن تقف عند قراءة ما يجري، بل ينبغي أن تفكر ما الذي يمكن أن يجري. القوة الصلبة، القوة الناعمة، القوة الذكية، هكذا تحدث جوزيف ناي. جوزيف ناي أستاذ علوم سياسية بارز في جامعة هارفارد، من أشهر علماء السياسة في العالم اليوم، مؤلف الكتب الأساسية عن القوة وعن القوة الناعمة. جوزيف ناي أسس مصطلح القوة الناعمة، في مصطلح القوة الصلبة، وفي مصطلح القوة الذكية. ماذا يعني جوزيف ناي بهذه المصطلحات؟ ببساطة حضراتكم بنتكلم على ثلاث مصطلحات: القوة الصلبة،
ومثلا 3 مربعات اهو كده. هنا القوة الصلبة، وهنا الناعمة، وهنا الذكية. القوة الصلبة اللي هي بنسمع كلمة العصا والجزرة. العصا اللي هو السلاح الجيش، والجزرة الاقتصاد. يبقى عايز يستخدم القوة الصلبة، بيستخدم الجيش يعني بالقوة الدولة دي هتعمل كده، ده استخدام القوة الصلبة. كمان الاقتصاد أو الجزرة أيضا جزء من القوة الصلبة. يبقى الدولة القوية اللي عندها قوة صلبة تقدر تعاقب بالجيش، تعاقب بالاقتصاد. ده الرئيس ترامب. الرئيس ترامب بيستخدم العقاب بالجيش، بيستخدم العقاب بالاقتصاد، بالعقوبات اللي توسع فيها كتير جدا عن أي رئيس سابق. يبقى القوة الصلبة الجيش والاقتصاد، العصا والجزرة. الحاجة التانية القوة الناعمة، الثقافة والفنون والآداب، كل بقى السينما، كل عوامل الجذب والإقناع. يبقى كل اللي هو جذب وإقناع، اللي هو فيه ثقافة وفكر ونخبة وسينما ومسرح وغناء وموسيقى وكل ده، وجامعات ومراكز دراسة، كل ده وسياحة، اسمه القوة الناعمة. أي دولة لازم يكون عندها قوة صلبة ولازم يكون عندها قوة ناعمة. إنما استخدام بقى القوة الصلبة، إمتى استخدم الجيش وإمتى الاقتصاد وإمتى الثقافة؟ إزاي استخدم هذا المثلث الخطير؟ إمتى السلاح وإمتى المال وإمتى الفكر والإبداع أو استخدام السينما وما إلى ذلك؟ عشان تستخدم دول بأعلى كفاءة طلع هذا المصطلح اللي هو القوة الذكية. القوة الذكية بقى كيف تستخدم القوة الناعمة والقوة الصلبة. هيلاري كلينتون قالت إن إدارة أوباما استخدمت القوة الذكية. يبقى احنا ده 3 مصطلحات، القوة الصلبة اللي هي الجيش والاقتصاد أو السلاح والمال، القوة الناعمة الثقافة والفنون والآداب، وعندنا القوة الذكية تجمع بين القوتين. الأمر التاني اللي اتناقش فيه جوزيف ناي هو أين أمريكا الآن؟ في 3 مراحل لقوة أمريكا برضو. الحرب العالمية الأولى، والحرب العالمية الثانية، وبعد كده القرن 21. الحرب العالمية الأولى أمريكا ربع اقتصاد العالم 1918. بعد الحرب العالمية الثانية بقت أمريكا ورشة العالم، أكبر ورشة في الكوكب كانت أمريكا، فبقت كام؟ نص اقتصاد العالم. فالأمريكان بيقولوا إحنا تراجعنا، لأن هم رجعوا بقوا كام؟ الربع. هو بيقول ما تراجعناش، إحنا رجعنا زي ما كنا. كنا بعد الحرب العالمية الأولى ربع اقتصاد العالم، إنما نتيجة الانهيار اللي حصل في الحرب العالمية الثانية والدول اللي انهارت اتقسمت واتبهدلت، إحنا بقينا ورشة العالم، بقينا نص اقتصاد العالم. ده ما كانش وضع طبيعي. الناس دي تعافت ورجعنا مرة أخرى ربع اقتصاد العالم. والنقطة الأخيرة، إلى أين يتجه العالم؟ في شرق وغرب. آدي العالم، آدي الغرب، وآدي الشرق. اللي بيقولوا أهم نقطة بيقولها جوزيف ناي في هذا السياق، القوة تنتقل من الغرب إلى الشرق. هذا الاتجاه بتنتقل من أمريكا وأوروبا إلى آسيا. يبقى انتقال القوة من الغرب إلى الشرق من أهم التحولات. والأمر الثاني بقى ما يسميه توزيع القوة. يعني لو قلت مين أكبر قوة في العالم الآن، لازم يسألك تقصد قوة عسكرية؟ يبقى أمريكا. قوة اقتصادية؟ يبقى أمريكا والصين والاتحاد الأوروبي. بتكلم قوة ناس فوق الدولة، يبقى التنظيمات الإرهابية ومنظمات وغيرها اللي هي العابرة للحدود. في توزيع للقوة موجود في العالم. يبقى إذن توزيع للقوة وانتشار القوة حول العالم، والأمر الثاني انتقال القوة من الشرق إلى الغرب، والأمر الثالث أمريكا ليست في تراجع، كانت ربع الاقتصاد بقت النص، رجعت تاني ربع الاقتصاد. والأمر الأخير إن أي دولة محتاجة القوة الصلبة والقوة الناعمة معا، أو ما يسمى بالقوة الذكية،
هكذا تحدث جوزيف ناي. حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر.